بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك، الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذائدا من الذادة، وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنكذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباء حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكاس وتغطرس وتردى في هوى وأسخطك وأسخط نبيا وأطاع من عبادك أهل الشقاك والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابا
السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أميني، عشت سعيدا ومضيت حميدا ومتفكيدا مظلوما شهيدا، وأشهد أن الله منجز ما وعدا ومهلك من خذلا ومعذب من قتلا، وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيلي حتى أتاك اليقين، فلعن الله من قتلا ولعن الله من ظلما ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والى وعدو لمن عادى، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعكل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التكي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدي كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد أني بكم مؤمنون وبإيابكم موقنون بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبعون ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم، فمعكم معكم لا مع عدوكم، صلوات الله عليكم وعليكم.
أجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم.